قتل 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قسد بهجوم شنه مقاتلو العشائر في محافظة دير الزور شرقية سوريا. وبحسب شبكة نداء الفرات المحلية، فقد شن مقاتلو العشائر هجوما على نقطة عسكرية لقسد في قرية البوبدران التابعة لناحية السوسة شرقية دير الزور، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر واحتجاز 4 آخرين. وسبق أن أعلن شيخ قبيلة العقيدات في سوريا إبراهيم الهفل عن تشكيل قيادة موحدة تضم كتائب وألوية من مقاتلي العشائر في منطقة شرقي سوريا بهدف قتال قوات قسد. تلقت عائلات 5 أشخاص من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي معلومات تؤكد مقتلهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد سنوات من الاعتقال. وأفادت مصادر محلية لمواقع تلفزيون سوريا بأن الأشخاص ينحدرون من مدينتي كفرلاها وتلدو في الحولة بريف الحمص وقرية عقرب القريبة من الحولة والتابعة إدارية لمحافظة حماة. قالت المصادر إن الجهات الأمنية التابعة للنظام أبلغت ذوي الشاب عبد الرحيم عمر السواح المنحدر من مدينة كفرلاها بوفاته داخل السجن من دون تسليمهم الجثة. انخفضت حركة بناء العقارات في محافظة اللاذقية غربي سوريا بنسبة 50% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها معظم السكان. وقال نقيب المقاولين في اللاذقية وليم كيبو إن حركة البناء انخفضت لأسباب عديدة، أبرزها وضع حد للأبنية المخالفة وارتفاع تكاليف البناء النظامي، فضلا عن ركود حركة البيع بسبب فروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية والتي يقابلها تدن في القدرة الشرائية للمواطن، إذ أصبح المنزل حلما وفق موقع جلوبال نيوز الموالي للنظام. أثار قرار صادر عن مديرية أمن الباب بريف حلب شمالي سوريا يقضي بحجز أي سيارة تحمل لوحة إدلب وإدلب تجربة ولا تحمل لوحة تسجيل مركبة صادرة عن قسم المواصلات في المنطقة أثار جدلا في الشمال السوري. أكد رئيس المجلس المحلي في الباب محمد الشهابي لموقع تلفزيون سوريا أن القرار يشمل فقط السيارات التي تحمل لوحة إدلب تجربة، في حين ذكر قائد شرطة المرور في مدينة الباب جمعة الشريف أن لوحة إدلب النظامية لها سيستم ولا يوجد أي إشكال بدخول السيارات التي تحمل هذه اللوحات إلى المدينة. أعلنت السلطات التركية توقيف 29 لاجئا سوريا داخل شاحنة محملة بمواد حديدية متجهة إلى اليونان عبر معبر إسبالا في ولاية إدرنا شمال غربي تركيا. أوضحت السلطات بحسب ما نقل موقع سوزجو أن الشاحنة التي يقودها سائق يحمل الجنسية الألبانية فحصت بالأشعة السينية في نطاق تحليل المخاطر، حيث كشفت عن وجود أجسام داخلها، واحتجزت السلطات التركية سائق الشاحنة في حين تجري معالجة وضع اللاجئين القانونية. أعادت فنلندا إغلاق حدودها مع روسيا مرة أخرى لوقف تدفق طالبي اللجوء، وذلك عقب وصول نحو 36 شخصا من طالبي اللجوء بعد ساعات من تقليص عدد المعابر المغلقة بين الجانبين. وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية إن هذه علامة على أن السلطات الروسية تواصل عمليتها الهجينة ضد فنلندا، وهذا أمر لن نتسامح معه. وأوضحت الوزيرة أن الإغلاق الجديد للحدود يستمر لمدة شهر. وتقول فنلندا أن الارتفاع في عدد طالبي اللجوء الذين يصلون عبر روسيا كان تحركا مدبرا من قبل الكريملين ردا على قرار هلسنكي زيادة التعاون الدفاعي مع واشنطن، وهو ما تنفيه موسكو. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن إلى ملفات الليلة ونبدأها بغياب رغبة حكومة النظام بالإصلاح بحسب مسؤولين.